عشرات المواطنين هنا يتواصلون بالإشارة بدل الكلام. إنهم شريحة الصم والبكم في محافظة الأنبار، يجتمعون اليوم على مأدبة إفطار مع أقرانهم الأصحاء في التفاتة إنسانية تكفل بها متطوعون من مدينة الفلوجة، لا سيما أن هذه الشريحة تعاني الإهمال وتفتقد إلى مراكز حكومية لرعايتهم. يدعمون هواي شباب انه نلاحظ انه ما ينسونه، خصوصا بايام شهر رمضان الفضيل، لانه هاي الايام يكون بها اجر عظيم، واحنا نحب نقول لباقي العالم انه حاولوا انه تظلون تدعمون هاي الشريحه المهمه وما تنسونه. طبعا احنا مثل ما تشوفون احنا الاصدقاء، صح احنا عندنا فاقدين السمع، بس هذا ما يعتبر نقص. احنا انسان مثل ما تقولون انسان اني كامل وما لي اي نقص، مجرد نقص سمع. فاحنا نحاول انه نتخلص من موضوع التنمر. احنا فرحانين كلش ونشكر كل من ساعدنا من شباب الفلوجه اجمعين انه ساعدونا وساعدهم هذه الجمعيه وهذه الشريحه المهمه من المجتمع، واني فرحان كلش لان يقدمون الدعم والمساعده لشريحه الصم. على الرغم من الدعم الذي تقدمه المنظمات الانسانيه لذوي الهمم، لكنه لم يعد وحده كافيا لتخفيف العبء عن كاهلهم. فيما عبروا بالإشارة عن فرحتهم بهذه المبادرة الإنسانية، ويتطلعون إلى دور الجهات المعنية في تلبية طموحاتهم البسيطة. ضمن النشاطات الإنسانية وضمن المبادرات الرمضانية، نحن كشباب من مدينة الفلوجة الحقيقة اليوم حبينا أنه نشارك أخوتنا أصحاب الصم والبكم، هذه الشريحة المهمشة. الحقيقة هاي الشريحة ما إلها لا التفاتة حكومية لا التفاتة من الخيرين. حبينا اليوم نشاركهم مأدبة إفطار جماعي. الحقيقة هم من يجيهم أي شخص ويشاركهم بأي نشاط يفرحون، كل شيء يفرحون، يحسون أن الناس معتنية بيهم ومهتمة بيهم ما مهمشين. فحبينا أن نشاركهم اليوم مأدبة إفطار ونفرحهم، نرسم الابتسامة على وجوههم. هذا ويؤثر الأنباريون على أنفسهم من أجل تقديم يد العون لشرائح فقيرة ومعدومة، لا سيما في مدينة الفلوجة التي تشتهر بالتكافل الاجتماعي على مدار العام. من الأنبار، أحمد ناجي، قناة الفلوجة.